بقالي حوالي 16 سنة أو 17 سنة في الميناء من ساعة ما والدي توفى، والحمد لله ورثنا جدا عن أب عن العيلة كلها يعني الحمد لله. معايا دبلوم صنايع، فالحمد لله ما كملتش يعني، لأن حابين الشغل وحابين المهنة، مهنة أهالينا، مهنة والدي، مهنة عمي، فإحنا الحمد لله حابين المهنة يعني، فشغلتنا ورثنا عن أهالينا. بالنسبة للأضاحي المفروض الخروف لأن هو كبش، دي السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا عشان تختاري خروف يعني تجيبيه مواصفات، أول حاجة مثلا بتبص مثلا إيه لظهره كده، لصدره اللي هو الدوش بتاعه، تحط إيدك في ظهره تشوفيه كده، لو ظهره مليان وحلو ما يبقاش ناشف، دي مواصفات. تاني حاجة بتبص لسنانه تشوفي بقى يعني إيه، هو شروط الأضحية يبقى كسر سنتين، ده شروط الأضحية يعني يبقى كسر سنتين مش معدي سنتين، يبقى كسر سنتين، هي دي شروط الأضحية اللي هو زي كده مثلا، اللي هو زي كده مثلا، دول السنتين اللي هما ايه، ده كسر اسمه كسر سنتين. طبعا تاني حاجة بتشوفي مثلا لقيته تبقى خفيفة ما تبقاش تقيلة، فاهماني؟ الخروف يبقى شكله حلو كده، تحس يبقى فيه قبول. ده دوشه بقى، بص بسم الله ما شاء الله، ده صدره ودوشه، دي رقبته، لازم يبقى عمران كده وشايل لحم. واهم حاجه طبعا القرون ما تبقاش مكسوره، الخروف ما يبقاش يعرج، الخروف ما يبقاش تعبان، عشان دي شروط طبعا في الاضحيه. أنا اسمي كريم جمال، بدرس في كلية حقوق جامعة حلوان، عندي 22 سنة. المهنة دي طبعا ورثناها أبا عن جدي، يعني هي شغلانتنا الحقيقية أصلا من 30 سنة، وهي دي مهنتنا، من أوائل الناس اللي اشتغلت في المهنة دي يعني، فدي طبعا يعني هي شغلتنا من زمان، ما اشتغلناش حاجة غيرها. عندنا طبعا المطعم ده جت بعد الجزارة والكلام ده، بس الجزارة الأساسية يعني. طيبين، ربنا يقعد على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، كل سنة وانتم طيبين. في ناس بتحب الضاني، في ناس بتحب الكندوز، بس الإقبال على الضاني طبيعي أكبر أكتر. هو طبعا عشان بالنسبة لموسم العيد طبعا، فالناس بتعمل فتة وبتحب الفتة كسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالناس بتحب اللحمة الملبسة، اللحمة الضاني، السن بيت الكلاوي، سن الرقبة، الموزة. الناس تعرف اللحمه الحلوه ازاي؟ طبعا من الختم الاحمر، اللحمه لونها وردي فاتح، السمين، لمعه السمين بيبقى فيها، دي اللحمه الحلوه.